تحية طيبة للجميع مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج العالم بعيون عربية. كل المؤشرات والمعطيات الدولية اليوم والتحولات الجيوسياسية الحاصلة عبر العالم توحي بأن العالم يتغير، وبوصلة موازين القوى تتجه نحو التعددية القطبية وإنهاء النفوذ والهيمنة الأمريكية أمام التمدد الروسي الصيني. فكيف شكلت الأزمة الروسية الغربية اليوم منعطفاً حاسماً في رسم وتحديد أولويات السياسات الدولية وما تداعياتها على العالم العربي؟ وكيف ستتحدد علاقة الدول العربية مع موازين القوى الجديدة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة والوقوف عند نقاط أخرى، أسعد باستضافة الخبير في العلاقات الدولية والأستاذ السابق في العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية اللبناني إدموند غريب. سيدي أهلا بكم. شكرا لك على الاستضافة. وشكرا لك على تلبية الدعوة. بداية النقاش أستاذ إدموند غريب حول العلاقات العربية الأمريكية، يبدو أن العلاقات الأمريكية والمنطقة العربية عبر التاريخ لم تشهد مستويات ثابتة، وإنما تغيرت من مرحلة إلى أخرى. كيف يمكن سيد إدموند غريب وصف العلاقات العربية الأمريكية عبر التاريخ، وكيف أثرت اليوم الأزمة الروسية الأوكرانية على هذه العلاقات؟ العلاقات الأمريكية العربية هي من ناحية علاقات قديمة علاقات جديدة في نفس الوقت، بمعنى أن أول دولة، واحدة من أول الدول التي اعترفت بالولايات المتحدة كانت المغرب عند الثورة الأمريكية. عمان أرسلت مثلا سفينة، وكان هناك تجارة بين عمان وبين الولايات المتحدة في أواخر القرن، في أوائل القرن التاسع عشر. كان هناك أيضا أمور مهمة، بمعنى أن الولايات المتحدة مبشرين أمريكيين، كان الهدف في الأساس اعتقادهم بأنه سيجري التبشير للمسيحية بين في الشرق الأوسط بين المسلمين، ولكن في النهاية لم ينجحوا في كسب الكثير من المسلمين، ولكنهم توجهوا نحو المسيحيين الشرقيين. وبعض هؤلاء لأن كانوا أمامهم، فتحوا أمامهم فرص لتعليم أبنائهم أو لوظائف، تحولوا من بعض الكنائس الشرقية إلى الكنائس البروتستانتية أو الكاثوليكية. وهذه العلاقة، ولكن كان هناك بعد آخر مهم جدا لهذه العلاقة، وهو أولا أنهم بدأوا بفتح مدرسة، أول مدرسة كلية فتحت في بيروت في أوائل العشرينات من القرن التاسع عشر، ثم مدرسة للبنات بعد عشر سنوات، ثم بناء الجامعة التي معروفة الآن الجامعة الأمريكية في بيروت، كان اسمها الجامعة السورية الإنجيلية. فتحوا هذه الجامعات، كانت هناك علاقات جيدة وإيجابية، وبدأ العرب وبدأ خاصة في منطقة سوريا، لبنان، فلسطين، مصر، وفي الدولة العثمانية في تركيا، حيث أنهم أيضا هناك فتحوا جامعة، في التعرف على أمريكا أكثر. ثم جاءت قضية أخرى، أنه بدأ في الرئيس الأمريكي لينكولن الذي حرر، لعب دور أساسي في تحرير العبيد في الولايات المتحدة، اتخذ قرار يعرف باسم قانون هومستد، الذي منح المزارعين الفلاحين 60 فدان من الأرض مجانا وحيوانات للقيام بأعمال زراعية. وصلت الأنباء بعد عشر سنوات تقريبا أو أقل بقليل إلى لبنان، سوريا، فلسطين، بأن الملك أمريكا يمنح أراضي مجانية. بدأ بعض هؤلاء يذهبوا يغادروا إلى الولايات المتحدة، وبدأوا نجحوا بعض منهم في جمع أموال ورجعوا واشتروا بيوت وغير ذلك. وهنا بدأ التواصل مع أمريكا، من ناحية الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في فتح مدارس ومستشفيات، وبعد ذلك المهاجرين الذين رجع بعضهم، ورأينا موجات من وكانت النظرة إيجابية للولايات المتحدة، حتى أنه بعد الحرب العالمية الأولى عندما اكتشف العرب إجمالاً
بأن بريطانيا وفرنسا يرغبوا في استعمار الدول العربية، وخاصة تلك الدول التي كانت جزء من الأمبراطورية العثمانية. فلكن كان هناك معارضة لذلك من يعني المثقفين، من النخب بعضهم، من القوميين. ولذلك قام الرئيس ويلسون بقول بأن نشر 14 نقطة من بينها حق تقرير المصير للشعوب التي كانت مستعمرة في العالم. ولكن البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين ضغطوا عليه، وتم إرسال وفد إلى المنطقة يعرف للتعرف على وجهات نظر السكان. وعندما جاءوا إلى المنطقة قالوا لهم الناس: نحن نفضل الاستقلال، ولكن قالوا: يبدو أن هذا إذا لم يتحقق فسيكون هناك يعني سلطة بانتداب بريطاني فرنسي في بعض الدول. فقالوا: إلا نحن نفضل، إذا كان سيكون هناك انتداب نريد أن يكون هناك انتداب أمريكي في ذلك الوقت. ونظرا لأن علاقتهم بالبريطانيين والفرنسيين والإيطاليين لم تكن علاقة إيجابية، يعني كانت أصبح هناك تنافس وصراع في هذا الخصوص. بالضبط. ولذلك بدأ هؤلاء، ولكن الرئيس ويلسون كان مريضا ولم يدفع، جاء الانتداب. ولكن بدأت الحركة وبدأت واستمر التواصل مع الولايات المتحدة، واستمرت الهجرة. وبرزت في الولايات المتحدة حركة نشطة من العرب الأمريكيين واللبنانيين سوريين، نشروا الصحف العربية. بين 1892 و 1930 نشرت أكثر من 75 جريدة ومجلة باللغة العربية في الولايات المتحدة. نعم، ذكرت دكتور إيدموند أن النظرة الأمريكية في العلاقات مع الدول العربية كانت نظرة إيجابية. هل هذه النظرة تحولت في مرحلة ما من المراحل؟ بدون شك، هذا فعلا، هذه النقطة. متى بدأنا نرى التغيير إلى حد ما؟ أولا، الولايات المتحدة أيضا دعمت بعض حركات التحرر في المنطقة، والرئيس كندي كان من المدافعين عن استقلال الجزائر ضد الحليفة فرنسا، الجزائري. الثورة الجزائرية. بالضبط. وهذه طبعا أكسبت الولايات المتحدة دعم، ولكن في نفس الوقت جزء منها أيضا كان له أن الولايات المتحدة بدأت تبرز كدولة قوية، الأقوى في الغرب، وأرادت أن يكون لها هي الدور القيادي. ومن هنا بدأت تتواصل أكثر، ومن هنا أيضا جزء منها أنه كان هناك فتح مدارس، كان هناك تجارة، كان في هناك تعليم، بدأ نسبة كبيرة من العرب، وطبعا هناك الاهتمام بالنفط. وكل هذه الأمور بدأت تؤثر على المواقف الأمريكية. ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة والرئيس ترومان دعموا الموقف استقلال دولة يهودية في فلسطين، دولة إسرائيل. وهذا طبعا أغضب الكثيرين من العرب، وأثر على المواقف العربية على المستوى العربي كل، خاصة على المستوى الشعبي. هذا لا يعني أنه لم تكن هناك علاقات وثيقة. طبعا الولايات المتحدة كان لها كدولة علاقات وثيقة مع عدد من الدول العربية، مثلا في الخليج الولايات المتحدة هي التي ساعدت على إخراج النفط، مثلا هي التي ساعدت على بناء البنى التحتية في دول خليجية مختلفة. وهذا طبعا ترك أثر إيجابي إلى حد كبير. ولكن في نفس الوقت أيضا بدأنا نرى بأن في أيضا، وهذا في بعض، حتى في كانت علاقة نسبيا جيدة مع مصر إلى حد ما، حتى 56 عندما قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بغزو مصر بعد قرار الرئيس عبد الناصر بتأميم قناة السويس. وكان هناك انزعاج لدى البريطانيين لدى الفرنسيين من الموقف المصري تجاه مثلا ثورات التحرر في أفريقيا وخاصة في الجزائر. يعني ولذلك أعتقد بدأنا نرى هذا التغيير. ولكن حتى ذلك الوقت الولايات المتحدة كانت تتبنى موقف أكثر حيادية، وقام الرئيس أيزنهاور والقيادة السوفيتية في ذلك طبعا كل على حدة بمطالبة بريطانيا وفرنسا الخروج من سيناء.
وهذا أعطى انطباع جيد عن الولايات المتحدة في ذلك الوقت. وعندما هدد اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة بالضغط على الرئاسة الأمريكية، هدد الرئيس آيزنهاور بأنه أي مساعدات لإسرائيل قد تنقطع. هل هذا يعني دكتور إيدموند غريب أن هذه العلاقات ربما كانت تحددها لوبيات صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية؟ بدون شك، يعني هذه إحدى النقاط، ربما هذه مهمة كما تفضلت حضرتك وأشرت إليها، هذه واحدة من أهم النقاط، أن القيادات الإسرائيلية وأصدقاء إسرائيل، اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، كان يفهم طبيعة المجتمع الأمريكي، كيف يعمل المجتمع الأمريكي، ولذلك كيف يستطيع الوصول إلى صناع القرار، وكيف يستطيع إقناعهم بالوصول وتبني السياسات التي هي في مصلحته، وذلك عن طريق الدعم، المشاركة في التمويل العمليات الانتخابية. كما تعلمين، أعضاء الكونغرس، أعضاء اللي كانوا في مجلس الشيوخ، مجلس النواب، يحتاجوا إلى أموال كثيرة لتمويل حملاتهم الانتخابية. كان هناك دعم، كان هناك مشاركة أيضا من أفراد يدعم ويشارك في الحملات الانتخابية. هذه كلها كان ينظر إليها إيجابي، بطريقة إيجابية، من أعضاء الكونغرس، ولذلك أعضاء الكونغرس بدأوا يتبنوا سياسات أكثر وأكثر، وجزء منها كان له أيضا علاقة تاريخية، إذ كان هناك نوع من التعاطف مع اليهود، لأنه بسبب ما حدث في الحرب العالمية الثانية والموقف هتلر من اليهود، وبالتالي كل هذه بدأت تؤثر، وبدأنا نرى موقف داعم أكثر وأكثر من قبل القيادة الأمريكية، من قبل حتى إلى حد ما الشعب الأمريكي، لأنهم لم يكونوا يعرفوا الكثير عن القصف. طبعا كان هناك أكاديميين، كان هناك بعض الشخصيات، وكان هناك حتى بعض العرب الذين لعبوا دور مهم في تعريف، محاولة تعريف الأمريكيين، ولكن كما يقال كانت محاولات مجزأة ضعيفة مقارنة بالطرف الآخر. ولذلك بدأنا نرى هذا التغيير، وثم رأينا أن الدول العربية تبنت مواقف، حركة عدم الانحياز، بعضها كان له علاقات جيدة مع الاتحاد السوفيتي، بينما بعض الدول الأخرى لها علاقة جيدة مع الولايات المتحدة. ثم جاءت حرب 67، وهذه تركت أثار كبيرة أيضا على العلاقات، لأن الكثيرين من العرب نظروا إلى الولايات المتحدة بأنها متحيزة، وأن هذا الانحياز هو ضد المصالح العربية، وهذه تركت أثرها. ثم جاءت حرب 73، عندما رأينا قيام الدول العربية بما فيها دول صديقة جدا وعليها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة بفرض الحظر النفط، وقف تدفق النفط، وهذه أيضا تركت تداعيات سلبية، وبدأنا نرى انتقادات، يعني كانت الانتقادات حتى سبقت ذلك، وكانت هناك نظرة يمكن وصفها بأنها يعني نظرة مشوهة إلى حد ما للعرب جميعا، ولم يكن هناك فهم حقيقي أيضا من قبل أعداد كبيرة من الأمريكيين للعرب ولخطاياهم. هذه النظرة دكتور إيدموند غريب تجسدت أيضا بعد أحداث 11 من سبتمبر، أين ربما شكلت منعطف آخر في العلاقات مع المنطقة العربية والعرب الأمريكيين أنفسهم. بعد هذا الحادثة انعكس أو كان له أثر على المواطنين الأمريكيين من العرب، فيه ربما نوع من الشكوى، الريبة ضد كل ما هو عربي. دكتور، أنتم من أقوى الأصوات المدافعة عن القضايا العربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، كيف كان صدى هذا الحادثة على ربما الأمريكيين العرب، وكيف رفعتم لإنصاف العرب الأمريكي؟ فعلا هذه نقطة مهمة، لأنه بدأنا نرى موقف سلبي جدا إلى حد ما بعد هذه الأحداث، ولأن الكثيرين من المواطنين العاديين لم يكونوا يعرفوا لا التاريخ ولا، ونظروا إلى، كانت هذه النظرة النمطية إلى العالم العربي أنه هو نظرة بلد معادي لأمريكا، أن هناك قوة تريد تخريب في الولايات المتحدة، تهدد حياة الأمريكيين، وتريد حتى قبل ذلك كان هناك قطع يعني النفط عن الولايات المتحدة وحلفائها،
بالتالي هذه تركت أثارها. ولكن أيضا كانت هناك قبل ذلك نظرة إيجابية، مثلا كان هناك في الأفلام الأمريكية رودولف فالنتينو، كان هناك فيلم اسمه الشيخ ورجل نبيل دافع عن النساء الذين كان هناك سبي لأسر، وكان هناك العربي الشهم النبيل الكريم. ولكن هذه بدأت تتغير أكثر وأكثر مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الإسرائيلي العربي وتبني بعض الدول الغربية لهذا الموقف. ولكن عندما جاءت هذه الفكرة بدأ العربي ينظر إليه كإرهابي، وأنه يريد قتل الأمريكيين، وأنه متعصب، وأنه يعيش خارج التاريخ. وكان هناك نتائج سلبية على العرب الأمريكيين. مثلا أول شخص قتل في بسبب هذه الحوادث كان رجل مصري من الأقباط، لم يكن مصري ولكن مصريا وقتل. أيضا أحد السيخ من الهنود السيخ هو كان أيضا الضحية الثانية بعد هذه. وكان هناك حتى بعض أعرف في المنطقة التي كنت أعيش فيها في فيرجينيا في ذلك الوقت، كان هناك هجوم على بعض البيوت، على سيارات بعض الناس اللبنانيين مسيحيين، لم يكونوا مثلا، مع أن الاعتقاد أن هؤلاء كانوا مرهبيين متطرفين مسلمين، ولكن لم يفرقوا بين، وهذه تركت أثر سلبي. ولكن على الرغم من كل ذلك، وأيضا قبل أن أذكر بعض الأشياء الإيجابية التي جرت بسبب أيضا هذه الحادث، كان هناك في هذا الوقت أيضا نظرة إلى أن يجب دعم القوى التي تعادي هذه الأطراف. ومن هنا بدأنا نرى مثلا أن بعض في الكونغرس الأمريكي رأينا تمرير قانون يعرف باسم قانون المواطن Patriot Act. وهذا القانون بدأ يضع قيود، كانت هناك مراقبة، بدأت أمريكا هي واحدة من أكثر بلدان العالم حرية وانفتاحا، ولكن بدأنا نرى المراقبة خاصة لبعض الجاليات العربية ومتابعة لبعض الأشخاص. هذه مسألة كانت جديدة ومقلقة، حتى أن بعض أعضاء الكونغرس انتقدوها. ولكن رغم كل ذلك كان هناك بعض الإيجابيات وستتحدث عنها بسرعة، وهي أولا أن فيما يتعلق بهذا الموضوع، رأينا في إحدى المدن الأمريكية كان هناك جالية إسلامية عربية كانوا يحاولوا أن يريدوا بناء مسجد، وقبل إلى أن ينتهي بناء المسجد كانوا يستأجروا قاعة في أحد الفنادق، وبعد الحادثة صاحب الفندق قال لن نسمح لكم باستخدام القاعة ومنعوا. سمع بذلك قسيس كنيسته قريبة من مكان بناء الجامع، فذهب هو وبعض الناس في تلك المدينة إلى رؤساء الجالية العربية المسلمة وقالوا لهم تعالوا وإلى الكنيسة، عندنا مكان في لدينا قاعات اجتماعات استخدموها للصلاة، صلوا فيها يوم الجمعة صلاة. في مدينة أخرى كان هناك تهديد لأحد المساجد في أوري وفي شيكاغو، مجموعات مسيحية ذهبوا لحماية، كانوا يقفوا كحرس بالليل لحماية هذا المسجد أو المسجدين في هذه اللوحة. هذه كانت بعض المؤشرات الإيجابية. مؤشر الإيجابي الآخر، كان هناك رغبة في التعرف أكثر في المدارس والجامعات عن العالم العربي. بدأنا نرى كتب تنشر أكثر مما كان في السابق، بدأنا نرى تدريس في مواد عن العالم العربي والعالم الإسلامي وعن الإسلام في الجامعات، وهذه كان لها أبعاد إيجابية. نعم، وجود ربما أو تأثير المواطنين الأمريكيين العرب في صناعة القرار الأمريكي اليوم، هل بإمكان ربما الجالية العربية والمواطنين الأمريكيين العرب اليوم أن يسهموا أن يكون لهم قرار حاسم في صنع القرار الأمريكي، خصوصا وأنه المجتمع الأمريكي اليوم يتغير، فيه بروز لنخب عربية من أصول إفريقية أسيوية أيضا لاتينية؟
صحيح، هذه نقطة مهمة جدا جدا. لماذا؟ الجالية العربية تستطيع أن تلعب دور، طبعا هناك هذه الجالية ضعيفة إلى حد ما وأحيانا منقسمة أيضا تمثل وضع العالم العربي هي بحاجة إلى تنظيم، بحاجة إلى تنظيم. كان هناك بعض المنظمات ولكن حدث أمرين سلبيين، حرب لبنان أعادت الانقسام في 75 إلى 90 في الجالية التي كانت بدأت تنظم نفسها. مثلا كان هناك عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي اسمه جيمس أبورس، هذا أول رجل يصل إلى مجلس الشيوخ من أصول عربية في لبنان، وكان مدافعا قويا عن قضايا القضية الفلسطينية والقضايا العربية، ولعب دور مهم جدا في تعريف الأمريكيين، تعريف زملائه بالعالم العربي وبقضاياه، وزار الدول العربية، وكان هناك بعض الأشخاص الأخرى، وكان هناك عدة منظمات في نفس الوقت بدأت تعمل. وهذه المنظمات أيضا كان لها أثر محدود ولكن كان لها أثر، ولكن أيضا جاءت حرب العراق. حرب العراق لعبت دور أيضا سلبي لأن الجالية غالبيتها تعاطفت مع العراق، ولكن بعض القيادات المنظمات تعاطفت مع الأطراف الأخرى ودعمت الموقف السياسة الأمريكية، وهذا ترك تداعيات سلبية أدى إلى ولكن الآن هناك نشاط جديد، هناك تحرك، تحركات كثيرة، بدأنا نرى محاولات لإعادة توحيد، لإعادة بناء المنظمات، ورأينا أعداد أكثر من المرشحين من أصول عربية يرشحوا أنفسهم للعب دور في الكونغرس المحلي على مستوى الولايات أو على مستوى الولايات المتحدة. هناك عدد من العرب الأمريكيين الذين أصبحوا أعضاء في مجلس النواب، وبالتالي وهذا أولاء بدأوا يؤثروا يتبنوا، لأنهم تقريبا كلهم يتبنوا مواقف تدعم القضية الفلسطينية، تدعم القضايا العربية، تدعم التعرف على مواقف العرب، دعموا مواقف إفريقية. إذن هذا كان تطور أيضا مهم. وبعد أحداث مثلا حرب غزة، يعني ما تفضلت وأشرت إليه لدور آخر لا نسمع الكثير عنه، وهو موضوع دور الجاليات الأفريقية الأمريكية السود، دور اللاتينوز، دور الأسيويين. الأسيويين لم يكونوا مهتمين قبل، ولكن بعد حرب غزة في الآونة الأخيرة لأول مرة أصدرت أكبر جمعية للأسيويين دعم للفلسطينيين، وأن انتقدت السياسة الإسرائيلية وانتقدت ودعت الولايات الحكومة الأمريكية لتغيير مواقفها. اللاتينوز ليسوا كلهم ولكن في غالبيتهم أيضا أظهروا تعاطف مع الفلسطينيين ومع العرب، وبالإضافة إلى ذلك الأفارقة الأمريكيين كانوا دائما، لا أقول كلهم ولكن نسبة كبيرة منهم منذ فترة الحركة الحقوق المدنية حتى اليوم يتعاطفوا مع القضية العربية، وبدأ عدد منهم يتحدث أن ما تمارسه إسرائيل هو سياسة فصل عنصري مماثل لما حدث في جنوب أفريقيا. أتتوقع أن يكون لها تأثير أكبر في السياسات الخارجية لأمريكا مستقبلا؟ أعتقد أنه سيكون لها تأثير بدون شك، ولكن تحتاج إلى دعم أكبر، لا تحتاج إلى تعاون. بدأنا نرى، تفضلت في بداية في مقدمة ذكرت عن أن العالم يتغير، صحيح أن العالم يتغير فعلا والولايات المتحدة تتغير. بدأنا نرى أنه في الجامعات الشباب، حتى الشباب اليهود من الأصول يهودية أمريكية في الجامعات، رأينا أنه في عدد من الجامعات كان هناك حركة مثلا اسمها BDS، حركة المقاطعة وإنهاء أو سحب الاستثمارات لشركات أمريكية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى فرض مقاطعة على إسرائيل. هذه كانت لها معارضة من السياسيين ومن اللابي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ولكن في بعض الجامعات كان هناك استفتاء لدى الطلاب، هل يجب أن ندعم، ما الذي لا، رأينا في جامعة مثل جورج واشنطن فيها نسبة كبيرة من الطلاب اليهود، رأينا في جامعة بارنر في نيويورك، ونسبة الطلاب اليهود على الأقل بين 30 إلى 35%، رأينا دعم لهذه الحركة.
وهذا وكان هناك استطلاع رأينا أنه حتى بين في الكنائس البروتستانتية الإنجيلية تتعاطف بقوة مع إسرائيل، أنهم يؤمنوا بأنه يجب إعادة بناء الهيكل قبل أن يعود المسيح على الأرض. ولكن بدأنا الآن نرى أن الشباب في هذه الكنائس حسب آخر استطلاع لهم موقف مختلف عن آبائهم وأجدادهم، وهذه كلها تغييرات مهمة. طبعا لا تزال بعض ضعيفة إلى حد ما وغير موحدة، ولكن أعتقد أننا سنرى جهود أكثر، ويمكن للدول العربية أن تساهم أيضا في هذا. وسيكون للأزمة الروسية الغربية والأزمة الروسية الأوكرانية دور في هذا التغيير؟ بدون شك. أعتقد أن هذه النقطة، هذه النقطة الآن نرى يعني هزات جيولوجية كبيرة ضخمة. هذا العالم كله يعاد تشكيله الآن، والكثير سيعتمد على ما نتائج هذه الحرب. هذه الحرب بدأت تعكس المتغيرات الدولية، عودة روسيا، هي طبعا ليست الاتحاد السوفيتي، ولكن روسيا دولة كبرى، دولة لديها موارد هائلة، لديها قدرات عسكرية، لا تزال هي الدولة التي تشكل التهديد الأكبر عسكريا للولايات المتحدة. هناك بروز الصين، صعود الصين، هذا لم يكن أحد يتوقعه، الولايات المتحدة وروسيا تحظى بدعم صيني بالضبط. الآن هذه السياسة الأمريكية، الأخطاء في السياسة الأمريكية، وهذا ما بدأنا نسمعه من بعض. هل سنشهد التراجع للنفوذ الأمريكي في العالم؟ بدون شك، هذا واضح تماما. رأينا مثلا أحد الأمثال على ذلك، كان هناك مثلا لقاء بين وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ووزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر الصحفي. تحدثت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية بلهجة لبقة دبلوماسية، ولكن قالت نحن لدينا سياساتنا، لدينا مصالحنا، وسنتبنى وسنعمل على أساس هذه المصالح وعلى أساس رؤانا. قبل فترة أيضا كان هناك نقاش بين ثالث مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكي سابقا في عهد إدارة الرئيس ترامب وقبله، كان في مناقشة مع مسؤول هندي كبير حول هذا الموضوع، وبدأ المسؤول الأمريكي السابق بهجوم على المسؤول الهندي، قال له يجب أن تخجلوا من أنفسكم، سياسة الإملاء المعتادة بالضبط، هذه قال يجب أن تخجلوا من أنفسكم بالضبط كما تفضل. أنتم تشترون السلاح من روسيا، أنتم تشترون النفط من روسيا، كيف تفعلوا ذلك ونرى هذا العدوان، هذا الغزو لأراضي دولة مستقلة؟ في البداية صدم الهندي، ثم بعد ذلك جاء وقال له، قال له لماذا أنت تهاجم الهند؟ نحن الهند تفعل ما هو في مصلحة الهند، الهند تقرر ما هو مصلحة الهند، يعني وقال هذه الحرب هي حربكم وليست حربنا، لا تتحدثوا إلينا عن قيم. انظروا أنتم ما فعلتم بالعراق، ماذا فعلتم بليبيا، يعني صدم في النهاية المسؤول الأمريكي. وهذه كما تفضلت هناك نظرة بدأنا نسمع من مسؤولين أمريكيين سابقين، حتى هنري كيسنجر الذي نعرفه جميعا، هو كان وزير خارجية مستشار لشؤون الأمن القومي، من أبرز السياسيين الاستراتيجيين، المفكرين الاستراتيجيين. ربما دكتور أدموند أنه هذه النظرة ربما الاستعلائية أو سياسة الإملاءات هي التي ما جعلت الكثير من الدول وحتى بعض الدول العربية تصطف اليوم إلى جانب روسيا. بالضبط، هذه يعني نقطة مهمة جدا. وهنا كنت أتحدث لماذا كيسنجر، لماذا شخص مثل تشاز فريمان من أبرز الدبلوماسي السفراء الأمريكيين. ذلك فريمان قال مؤخرا، قال لدينا مشكلة، نحن لم نعد نستخدم الدبلوماسية، نحن إما نستخدم القوة أو نهدد باستخدام القوة، نحن نفرض العقوبات أو نهدد بفرض العقوبات، وهذه سيكون لها تداعيات، ولها تداعيات خطيرة على نظرة العالم لنا، على موقفنا في العالم. ولذلك يجب أن نعيد النظر وأن نحيي الدبلوماسية، نحيي استخدام القوة الناعمة حتى، بدلا من استخدام القوة الصلبة. ومن هنا رأينا ما حدث بالنسبة لاتفاق أوبك. نعم. يعني ونرى الآن التداعيات، التوتر في العلاقة السعودية الأمريكية، يعني هذه في نظر فعلا مهمة جدا، لأن الدول العربية، دول أوبك
ودول أوبك بلس اتفقت على تخفيض الإنتاج، وهذا أغضب الإدارة الأمريكية، أغضب أعضاء الكونغرس حتى أكثر من الإدارة، واعتبرته انحياز واضح لروسيا. بالضبط بالضبط، هذا، وهناك تهديدات بفرض عقوبات على هذا، حتى وصلت المرحلة أن في تلميحات من بعض أعضاء الكونغرس أن الشركات هذه ستعاقب، وأن حتى الصناديق السيادية، صناديق الاستثمار السيادية اللي لدى بعض الدول العربية في الولايات المتحدة قد تتأثر. ومن هنا، لكن هناك هذه سيكون لها تداعيات سلبية على الولايات المتحدة إذا استمر، لأن دول كثيرة لا تريد أن يفرض عليها موضوع ما هو سعر النفط. يعني الولايات المتحدة حاولت أن تفرض ما هو سعر النفط الروسي، وهذا لا، عندما يفرض على الروس سيتأثر الآخرون، منتجين الآخرين، وبالتالي رأينا رد الفعل هذا. وكل هذه لها، يعني لها ثمنها، لها تداعياتها، وبدأنا نرى بعض التغيير في الموقف الأمريكي. ولكن هناك مشكلة، هي أن نسبة كبيرة من القياديين الأمريكيين والنخب أولا يشعروا بالتهديد بأن الدور القيادي للولايات المتحدة أصبح مهددا، ولذلك نرى هذه ردة الفعل. هناك قلق من تنامي النفوذ الصيني، الصين ستمثل يعني أكبر تهديد تجاري تقني اقتصادي للولايات المتحدة، وهي تطور أيضا قدرات عسكرية. روسيا ليس لها قدرات الصين تجارية، ولكن لديها القدرة العسكرية. روسيا والولايات المتحدة قادرتين على تدمير بعضهما البعض وعلى تدمير العالم معهما. أتتوقع دكتور أن يشتد التنافس مستقبلا بين هذه الدول، الدول العظمى؟ بدون شك، أعتقد أننا عدنا قبل يوم من مجيئي كنت أقرأ إحدى المقالات في الولايات المتحدة، ونقل عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه بأننا عدنا إلى مرحلة ما قبل نهاية الحرب الباردة. هذا يعني أننا عدنا ربما إلى حرب باردة جديدة، أو أننا ربما عدنا إلى الصدامات أيضا، أو مواجهات عسكرية ليس بالضرورة مباشرة، ولكن ومن هنا الخطورة، أننا قد نرى مواجهات في مناطق أخرى. سوريا مثلا بدأ الحديث يسمع أنه قد نرى مواجهات في سوريا أو تحريك أو في ليبيا أو في مناطق أخرى من العالم، ومن هنا خطورة هذا ما يجري، وهذه متغيرات. ولذلك أعتقد أن نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، وهي ليست حرب روسية أوكرانية، هي حرب بين روسيا وحلف الأطلسي، صحيح حرب الوكالة، حرب غير مباشرة، ولكن الدعم الذي قدم من الغرب. دكتور، كنا توقفنا عند الصراعات الدولية اليوم والتنافس الدولي في ظل التوجه نحو النظام العالمي الجديد. كيف يمكن للدول العربية اليوم استغلال هذا الوضع الدولي لصالحها، خصوصا ونحن على مقربة من احتضان الجزائر للقمة العربية؟ بدون شك، أحد النقاط الأساسية أولا هي أن يكون هناك تقارب، بداية تقارب عربي، بداية مناقشات صريحة وواضحة بين القيادات العربية، بين الدول العربية، والتركيز على أنه يجب على الأقل في هذه المرحلة، حتى ولو لم يكن من الممكن حل الخلافات، هناك خلافات، هناك وجهات نظر متباين، على الأقل وضعها أو التخفيف منها، والتركيز على الأمور التي تجمع بين العرب، لم الشمل العربي، القضايا التي تهم كل العرب بغض النظر أين هم، والتركيز على هذه القضايا ودعمها، وذلك لأننا من نرى العالم يتجه كما تفضلت وذكرت قبل نحو تكتلات جديدة. هذه حتى الدول لا يوجد علاقات بينها، لا تاريخية ولا ثقافية ولا دينية ولا، يعني نرى أنها نرى دول مثل دول البريكس، نرى الصين، الصين وروسيا كان لديهم خلافات كبيرة، البرازيل، البرازيل بعيد في القارة الأمريكية الجنوبية، البريكس بالضبط، جنوب أفريقيا، يعني كل هذه الدول، الهند التي كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تضمها، وربما قد نرى شيء من ذلك، تضمها إلى مجموعة الحلف رباعي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، والهند ضد الصين. رأينا أنه قبل فترة قصيرة لأول مرة نرى مناورات عسكرية تشارك فيها الصين قوات صينية وهندية
في سيبيريا على الأرض الروسية بدعوة من الحكومة الروسية. الهند فعلت ذلك لأنها روسيا طلبت منها المشاركة. أفهم من كلامك دكتور إدموند غريب أننا سنشهد عصر من التكتلات بالحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراع الروسي الأوكراني، كما نعلم أن هذا الصراع ليس وليد اليوم ولكن كان منذ الاتحاد السوفيتي. تعاطي وسائل الإعلام الأمريكية مع هذا الصراع، مع هذه الحرب الروسية الأوكرانية، ترى فيه نوع من الاحتلال والتعدي على الآخر. لماذا لا ترى أن هذه العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا اليوم في أوكرانيا هي دفاع عن أمنها القومي، وجاءت نتيجة خرق الاتفاق كان بين الاتحاد السوفيتي وحلف الناتو؟ فعلا هذه كلها نقاط مهمة. أولا، الإعلام الأمريكي في غالبيته، الإعلام الرئيسي، شبكات التلفزيون، الصحف الرئيسية، تبنت موقف الإدارة في أن ما تقوم به أولاً أوكرانيا دولة مستقلة، دولة ذات سيادة، يجب أن يكون لديها الحق في اختيار إلى من ستنضم، وهناك تعاطف كبير مع ذلك. ثانياً، تركيز على أنه بغض النظر عن صحة أو عدم صحة، لازال بعض الأعضاء، قبل فترة كان يتحدث أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وتحدث عن الشيوعية، روسيا شيوعية، وكأن الاتحاد السوفيتي لا يزال موجودا، وكأن روسيا لم تتغير منذ انهيار الاتحاد السوفيتي. وبالتالي فأن لا يزال الحديث أن الولايات المتحدة تدعم الديمقراطية، تدعم الحرية، تدعم حقوق الدول في الحفاظ على سيادتها، وأن روسيا دولة أوتقراطية دكتاتورية تغزو الآخر. هذه الرؤية موجودة وهذه ما نسمعه، ونسمع عن المقاومة القوية والانتصارات التي تحققها أوكرانيا، وعلى الرغم من أنه صحيح تحققت بعض الانتصارات، ولكن إجمالا أعداد كبيرة من المقاتلين ومن الجنود الأوكرانيين قتلوا في هذه الحرب. يعني شهريا يعني يعني يقطع تعتيم إعلامي في نوع من الرؤية أحادية، أحادية، ولكن في نفس الوقت أيضا هنا أعتقد أن هذه الرؤية، يعني لا بدأ هناك عدد من الشخصيات المعروفة التي بدأت تتحدث بطريقة مختلفة وتناقض وتنتقد موقف الإدارة، وهنا أتحدث عن من تحدث ليس فقط موقف الإدارة الحاكمة أو الحزب الديمقراطي، القيادات الديمقراطية، بل أيضا عدد كبير من القيادات الجمهورية تتبنى نفس الموقف، ولذلك لم نرى تغيير كبير، ولكن بدأنا نرى بعض الشخصيات كما قلت كيسنجر قال كيف نقوم بهذا العمل. يعني تشاز فريمان، عدد من أعضاء القيادات الجمهورية السابقة قالوا يعني هذا كيف نستعدي الروس والصين في نفس الوقت، يعني ندفعهم إلى أحضان بعضهم البعض، هذا لا يخدم مصلحتنا. ولكن لا تزال هذه الرؤية هي رؤية أحادية، ولا بل رأينا طبعا زيارة نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب إلى تايوان، رأينا نشر نرى قوانين في يقدمها أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب أن يجب المزيد من تقديم المزيد من الدعم لتايوان، يجب أن تحظى تايوان باعتراف دبلوماسي أكبر، على الرغم من أن السياسة الأمريكية بعد الاتفاق الذي تم بين الرئيس نيكسون وبعد ذلك القيادات التي جاءت بعده والقيادة الصينية أن هناك صين واحدة، ولكن الولايات المتحدة تقول بأنه لا يجب، صحيح ندعم نحن الصين، ولكن هذا لا يمكن فرضه على التايوانيين، يجب أن يكون باختيار تايوان. ولذلك نرى أن هذا التحرك أيضا مهم، ولكن هذه بدأت تترك تداعيات عندما نرى الصين وروسيا تقتربان من بعضهم البعض، تهديد حقيقي على الولايات المتحدة بدون الأمريكية. شك، وهذا ما يشعر به بعض المسؤولين، ولذلك أعتقد أن الرغبة في الحفاظ على الدور القيادي أو حتى يمكن وصفه بالدور المهيمن للولايات المتحدة، وهناك البعض الذي لا يزال لا يصدق بأن هناك تحديات حقيقية، ويعتقد بأن الولايات المتحدة لا تزال هي القطب الأوحد. صحيح أمريكا لا تزال الدولة الأغنى، لا تزال ربما عسكريا الدولة الأقوى، لها 900 قاعدة وما يقارب من ذلك في دول العالم المختلفة، ولكن روسيا لديها القدرة. حضرت قبل الكوفيد بفترة قصيرة، كنت في نادي الصحافة الدولي في واشنطن،
وكان يتحدث أحد الخبراء الأمريكيين عن كتب كتاب عن العلاقة الروسية الأمريكية. وكما تعلم في أواخر عهد ترامب وحتى في بداية عهده كان هناك اتهامات لترامب بأنه تواطأ مع بوتين وأن بوتين ساعده على الوصول، مع أن هذا كله طبعا هراء، كلام هراء، ولكن استخدمها الديمقراطيون ضد. قال هذا الباحث المعروف، قال وهو باحث أمريكي خبير بالشؤون الروسية الأمريكية، قال أنا على الرغم من هذا الحديث عن هذا، حتى لو كانت صحيحة، هذه لا تشكل تهديد، ولكن هناك سفن حربية روسية في الأطلسي، وهناك قواعد روسية في روسيا داخل روسيا قادرة على تدمير واشنطن خلال 20 إلى 25 دقيقة، ونحن لدينا القدرة على أن نفعل ذلك بموسكو أيضا. ولذلك هذا هو الخطر، ونحن نقترب من ساعة منتصف الليل، لذلك يجب أن نتفادى. وبدأنا نسمع بعض الأصوات الآن، وربما قد نرى تغيير مع تغيير الأوضاع على الأرض في أوكرانيا. دكتور، قلت أنه وسائل الإعلام الأمريكية في تعاملها مع الأزمة الروسية الأوكرانية تبنت النظرة الأحادية، هل هذا يعني أن هناك حقائق مغيبة في صراع اليوم، الصراع الروسي الأوكراني؟ فعلا، يعني هذا أيضا سؤال مهم جدا. لماذا؟ لأن عندما يتم مناقشة هذا الصراع والأزمة وكيف تفجرت ولماذا، لم نعد نسمع الكثير عن الوعود التي تفضلت وأشرت إليها، عن الوعود التي قدمت إلى الروس، إلى الرئيس غورباتشوف عندما كان يزال هناك اتحاد سوفيتي. الدول الغربية والألمان أرادوا إعادة توحيد ألمانيا، ولم يكن ذلك ليتم دون موافقة الاتحاد السوفيتي أو روسيا. ووعد بيكر، كنا نتحدث قبل لحظات عن وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر. جيمس بيكر قال أن حلف الأطلسي لن يتقدم بوصة واحدة إلى الشرق إذا وافقتم على إعادة توحيد ألمانيا وتفكيك حلف وارسو. ولكن ما الذي حدث؟ رأينا أن حلف الأطلسي بدأ يتقدم، لم ينفذ الوعود، تقدم أولا إلى جمهوريات الأعضاء في حلف وارسو، جمهورية تشيك، رومانيا، بلغاريا، وثم جمهوريات البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي. وفي 2008 اقترحوا الانضمام جورجيا وأوكرانيا والبلدان على حدود روسيا. أوكرانيا لها حدود طويلة، أكثر من 1200 ميل تقريبا، أو يعني جورجيا أيضا هي على حدود. ولذلك الروس بدأوا يردوا، رأينا قام حتى أن الحكومة الجورجية هي التي شنت معركة لأنها أرادت استعادة منطقة تقول أنها هي جورجية، ودفعوا ثمنا باهظا لذلك. يعني أن روسيا اليوم تخوض معركة للدفاع عن أمنها القومي. روسيا تنظر إلى الأمور على أن هذا صراع وجودي، أن وجود قوات لحلف شمال الأطلسي يمكن أن تحمل قوات قنابل نووية، ويمكن قصف الأراضي الروسية، العاصمة الروسية، خلال 10 إلى 12 دقيقة. هذه ترى بأنه تهديد لأمنها القومي. وكان هناك أيضا عملية الانقلاب التي تمت في أوكرانيا، كان هناك رئيس متعاطف مع الروس ولا يريد الانضمام للحلف، ولكن تم انقلاب ولعبت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيه دور مهم، وحتى في اختيار من سيقود أوكرانيا. ولذلك الروس بدأوا ينظروا النظرة بريبة وشك إلى ما الذي يجري. وجرت محاولات قبل في أواخر العام الماضي، قدم الرئيس الروسي والقيادة الروسية رسائل، بعثوا برسائل إلى الولايات المتحدة، إلى الاتحاد الأوروبي، إلى قيادة الناتو، دعونا نجلس ونتفق، لديكم مصالحكم ولدينا مصالحنا. كان هناك تجاوب بسيط ولكنه لم يكن على المستوى، وافقت الولايات المتحدة ربما على أنه يمكن للروس أن يفتشوا بعض القواعد في حلف شمال، في دول حلف شمال الأطلسي على الحدود الروسية، وأن روسيا ستسمح لحلف الناتو بتفتيش قواعد ليروا طبيعة الأسلحة ونوعية الأسلحة اللي موجودة هناك. ولكن هذه لم ترضي، لأن
وجود أوكرانيا، وجود حكومة معادية لروسيا، أو هذه الحكومة قمعت الروس، منعت استخدام اللغة الروسية حتى في نعم. في مع أن ثلث السكان على الأقل هم من الروس، والكثيرون ينسوا، وهذه لكل هذه لا تذكر اتفاقية مينسك التي كانت تحمي حقوق الروس وتتصل إلى اتفاق بين أوكرانيا، بين الأوكرانيين وبين أوكرانيا وروسيا، ولعب ألمانيا وفرنسا كانت أعضاء فيها، لم ينفذ هذا الاتفاق، ولذلك رأينا هذا ردة الفعل. إذن كانت رد فعل من روسيا في ربما صراع في الميدان، وأيضا صراع إعلامي تجسد من خلال تحيز وسائل الإعلام الأمريكية التي ربما تعطي نظرة أخرى عن هذا الصراع وتركز على القصف الروسي ومخلفاته في أوكرانيا، على الرغم من أنه الحصيلة خلال 8 أشهر لا يقارن ما حصل مثلا في العراق أو حتى ما يقوم به الكيان الصهيوني اليوم في فلسطين. فعلاً. يعني هذه نقطة أيضا مهمة، وبدأنا نسمع عن هذه القضايا تثار في الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى من الحرب على العراق. كان هناك سياسة سميت بسياسة شاك إن أو، يعني الصعق والترهيب ربما. وحدث تدمير للبنى التحتية للكهرباء في العراق في الأيام الأولى للحرب، وعدد من القتلى أكثر من كل الذين قتلوا في أوكرانيا خلال 3-4 أشهر الأولى من الحرب. شكرا لك دكتور إدموند غريب، وقت البرنامج انتهى، كان هذا سؤالي الأخير. شكرا لك على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات.